بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. ما تأويل هذه الآية؟ لا قرأت في كذا تفسير ما فهمت. والله أنا الآن لا أستحضر جواب عن هذا السؤال، اللي أذكره أنه في بعض الروايات أن السجل هو كاتب للرسول عليه السلام كيف هو يطوي الكتاب. الله عز وجل يطوي السماوات، لكن ما في عندي شرح لهذا السؤال. عليكم السلام. عفوا سكتب شوي. قال تعالى: